نوع مختلف من السياحة. الموتور سبورتس دي حاجة عالم تاني، يمكن أنا شخصيا ما عنديش معلومات كثيرة قوي عنها، لكن أعرف أنه في ناس مجانين فعلا في الحتة دي، بيحبوا جدا الموتور سبورتس، أي حاجة ليها علاقة بالدريفت، بالعربيات، بالحاجات دي كلها، بيسافروا بلاد عشان يحضروا السباقات دي ويشوفوا الجديد في عالم الفورميلا والكلام ده كله. فالنهاردة لما ناخد في اعتبارنا الموضوع ده وما يعديش علينا كده مرور الكرام ونقف عنده ونعمل له فعالية في المهرجان ونضمه في المهرجان ونعزم دول ونقول لهم تعالوا وشاركوا فرق وعندنا بطل عالم في مصر، فكل دي حاجات مهمة، كل دي حاجات في الحقيقة تشكر عليها يعني إدارة المهرجان والدولة المصرية في أخذها في الاعتبار، إنه كل حاجة معايير السلامة زي ما ست اللواء كان لسه بيتكلم متاخدة في الاعتبار. الشباب اللي فعلا كانوا في شباب كانت بتروح نتيجة إن هم بيعملوا سباقات في الشارع بدون أي معايير للسلامة وبيطلعوا الطاقات دي في أماكن غلط. النهاردة الدولة المصرية بتحط أماكن ضمن فعاليات وضمن مسابقات والدولة المصرية هي اللي عاملاها بنفسها ومنظماها بنفسها وبتقول لكم تعالوا وشاركوا، ادخلوا بس الفريق وتعالوا وشاركوا ويبقى في منافسات وفي سباقات رسميه، وكمان الفايز فيها يعني هيتم يعني تاهيله وهنعلن عنه في كل مكان. فقد ايه ده مهم وقد ايه ده جميل ان احنا نشوفه على ارض مصريه وفي مهرجان مصري. العالمين الجديده حققت طفره كمان في عالم العمران، إحدى مدن الجيل الرابع المتقدمة بتجمع الأغراض السكنية والاقتصادية إلى جانب الثقافية. خلونا نروح دلوقتي نشوف التقرير ده عن الطفرة العمرانية اللي شهدتها العالمين ونرجع نكمل كلامنا. تحقيقاً للانتشار السكاني والأنشطة الاقتصادية المتنوعة في منطقة الساحل الشمالي على مدار العام، جاءت مدينة العالمين الجديدة لتخدم هذه الأهداف التنموية في شمال مصر، حيث تخدم المدينة فئات المجتمع كافة وتقدم خدمات الإسكان المتدرج لجميع الطبقات الاجتماعية، بداية من إسكان مميز بعدد 1920 وحدة وعدد 4096 وحدة لسكن مصر. مشروعات الإسكان في مدينة العالمين الحقيقة هي مشروعات متعددة وبتخدم كل المستويات وفئات المجتمع وبيغطي طبعا كافة المستويات، يعني يقدر أي مواطن بأقل قيمة يقدر يشتري وحدة هنا في مدينة العالمين الجديدة وبأعلى جودة. احنا عندنا مستوى متوسط وبنعلى شوية بالمستوى بنوصل للمستوى الفاخر. المستوى الفاخر بيضم أكتر من مشروع، عندنا الحي اللاتيني، عندنا مشروع الداون تاون، وعندنا مشروع الأبراج الشاطئية. احنا النهاردة أو دلوقتي في المنطقة الجنوبية. محور إسكان مميز ده بيتكون من 80 عمارة بعدد 1920 وحدة سكنية، تم الانتهاء من التنفيذ وتم تسليم العملاء الوحدات. المشروع مكون من عمارات مكونة من دور أرضي وسبع أدوار متكررة بعدد 32 وحدة سكنية في العمارة. العمارات موجود بها أسانسيرات، موجود فيها مكافحة حريق، تم الانتهاء من جميع أعمال اللاندسكيب وجاري تسليم العملاء الوحدات السكنية. كما يتوسط المدينة منطقة الداون تاون بعدد 2640 وحدة، وهي منطقة سكنية سياحية تعبر عن حداثة المكان وروعته، بالإضافة إلى الحي اللاتيني المقام على مساحة 404 فدان بعدد 11655 وحدة، ويتخلله بحيرة صناعية تضفي جمالاً إضافياً على المدينة. الحي اللاتيني مبني على الطراز اللاتيني، طبعاً واضح من اسمه. احنا بنوفر حوالي من 6500 ل 7000 فرصة عمل، يعني حوالي 7000 أسرة مصرية تعمل عندنا في الحي اللاتيني. عندنا حوالي من 40% مساحات خضراء من ال 400 فدان، عندنا حوالي 12% جراجات وطرق. يتميز الحي اللاتيني بالفخامة زي ما حضرتك شايف، الطابع المريح جدا للعين. المساحات البنائية ما بتزيدش عن 35% من مساحة الأرض، ودي حاجة ممتازة جدا بتدي للساكن طبعا الرفاهية المطلوبة. وتتميز المدينة بأبراجها الشاطئية التي تضاهي المدن الذكية، مدن الجيل الرابع، والتي تقدم وحدات سكنية وتجارية وفندقية
بالإضافة إلى منطقة الشاليهات والفيلات بعدد 10,800 وحدة، لتكون مدينة العالمين الجديدة مدينة سكنية سياحية تخدم أهداف التنمية في مصر الجديدة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.